دي الحضانة أو الإنكيبيتور اللي هنعمله النهاردة. دي مش تلاجة، دي كانت تلاجة من جوه واحنا بوظناها. دي تلاجة قديمة كان فيها فريزر وشلناه. ده الفريزر، ده الغطا بتاع الفريزر، ودي المواسير بتاعت الفريون. كل ده خلعناها من ظهر التلاجة، كانت موجودة هنا كده، شلناها كلها لأن التلاجة من أحسن الحاجات اللي بتحتفظ بالحرارة. وبعدين حطينا فيها سخان، ده السخان زي اللي اتعرفنا عليه قبل كده بتاع النو فروست، وعليه مروحة. دي مروحة بتاعت التكييف بتاعت الكمبيوتر. والاتنين متوصلين على السيرموستات. السيرموستات ده في منه اشكال كتير قوي. ده واحد من اللي بيبقى موجود جوه المكان، تظبطه على درجة الحرارة اللي انت عاوزها يفصل ويشتغل عندها. كل ما درجة الحرارة تقل عن 30 درجة يروح هو مشغل المروحة والسخان في نفس الوقت. كل ما الحرارة تزيد عن كده يفصل. طبعا دي في دي برضو ترمومتر ديجيتال بيقيس بس درجة الحرارة، ملوش علاقة بالسيستم بتاع التسخين، عشان اتأكد ان انت واصل لدرجة الحرارة اللي انت عاوزها. وفي اشكال تانية من الثيرموستات ده تبقى احسن، في منها ديجيتال بتظبطها على درجة الحرارة اللي انت عاوزها وهو بيحققها لك وبيشغل لك السيستم بتاعك كل ما تيجي عندها. ده شكل الانكيوبيتر. من جوه بقى شكل الحاجة اللي انت هتحتفظ بيها بالبيت بتاع الزواحف بتاعتك. انا مستخدم هنا الطريقة بتاعت ال نو سبستريت، يعني من غير طينه من تحت، عباره عن مصفى وتحتيها حوض ميه كبير هو اللي بيوفر الرطوبه. وجوه المصفى دي حاطط حاجه زي الصوف كده، بس حاجه تكون سينسيتك مش طبيعيه عشان ما تعملش اي، ما تلمش بكتيريا. وحاطط الحساس بتاع الحراره جواها. المفروض لما بيض الحاجه ابتدي ارص البيت بتاعي جوه والتلاجة تحتفظ بدرجة الحرارة مع السخان، وبالغطا بتاعي بحتفظ بالرطوبة. دي علبة تانية برضو، هي العلبة دي بتبقى دبل لاير، كل علبة بتتركب فوق العلبة اللي فوقيها. أنا باجي بخرم العلب دي كده، الرطوبة هنا بتبقى عالية وفي نفس الوقت محتفظ بالحرارة. طبعا هو انا كل المؤشر بتاعي هيبقى المايه دي، لو المايه دي نقصت بزودها من غير ما اثر على البيض بتاعي. في طريقه كمان للاحتفاظ بالبيض وهي على البيرلايت، الفيرميكليت. ده شكل البيرلايت ده، بيبقى ماده تحتفظ بالرطوبه وبتحط فيها بتتحط جوه علبه ويتحط جوه، يتحط فيها الميه على طول ويتحط في علبه زي دول. وكده احنا عملنا انكيوبيتر كامل من غير ما نشتري حاجه.